الوطنيه للاعلام والناشرين، واللي كيكون كيف عارفين في جدول الاعمال ديالو هو التقرير الادبي والتقرير المالي للجمعيه. ولكن المهم في هادشي كله لانه كيبقى جمع معادي، اللي كان مهم هو اننا كان واحد النقاش اللي كان مطول وكان عميق واللي كيهم القطاع ديالنا، لانكم كيف كتعرفوا ان القطاع اللي هو قطاع الصحافه كيمر حاليا بواحد الازمه. ما كنهضرش على الازمه الماديه، كنهضر على الازمه الهيكليه، لان كاين واحد القطاع اللي هو حقيقه كان كيمر بازمات منذ انتشار الرقمنه، ولكن جات هذا الرقمنه وكانوا ربما بعض الصحفيين غير مؤهلين للتتبع ومواكبه هذه الرقمنه والاعلام الرقمي. اذا احنا كنعتبروها كانت فرصه جيده جدا، لاننا اشرنا الانتباه للاوضاع اللي كيمر بها اولا القطاع، وثانيا التحديات اللي كتنتظرنا والاوراش اللي بدينا فيها ماشي عاد هذه السنه منذ انشاء الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين. اذا اللي يمكن نقول هو ان هذا النقاش كان مفيد وكان مهم جدا، وخلانا نسمعوا جميع الزملاء ديالنا اللي هما اعضاء في الجمعيه انهم يعبروا عن رايهم ويقولوا لنا شنو كيف نحن في المكتب التنفيذي. ربما كنديروا بزاف د الحوايج، ولكن كيبقى الراي الاخر هو الحافز اللي ضم قدراتات اولا القطاع، وثانيا اننا نقدروا نتخطاو هادشي كله ونتقدموا. واللي لاحظنا هما ان الشركاء ديالنا اللي هما اللجنه المؤقته لقطاع السير، القطاع المؤقت للسير شؤون الصحافه والنشر، ولا النقابه الوطنيه للصحافه، ولا الهيئات الاخرى، كلهم معنا خدامين، لان كيبقى الهدف واحد هو تاطير قطاع الصحافه في بلادنا. في اطار احترام التنظيم واحترام الديمقراطيه، الجمعيه التي اتت منذ 4 سنوات على الانشاء ديالها عقدت جمعها العام العادي اليوم في ظروف طيبه جدا، في ظروف يؤمن المشهد الصحفي المغربي بانه وصلنا لذاك الشيء اللي كانت كتقول الجمعيه في اللحظه ديال الانشاء في 2019، اللحظه ديال الكورونا. اعتقد من جميعنا كلنا كصحفيين مغاربه، في لا مسؤولين ديال المقاولات الاعلاميه، لا صحفيين، لا مصورين، لا تقنيين، لا كل من ينتمي لهذا الميدان، وصلنا لواحد المرحله ديال انه امنا بانه يجب تنظيم هذا الميدان، يجب الحد من مختلف التدخلات الخارج عنه اللي سميناها حنا متعدد الصفات، اللي ولاو اليوم في اليوتيوب الى اخره تيقوموا بالدور عوضا عنا. هذه مهنه كانت هنا منذ القديم، هي مهنه قائمه، يجب ان تعيد لنفسها امجادها بطريقه واحده وواحده، هي التنظيم، وتنظيم محترم محترم والمحترم لنفسه ولمختلف المنتسبين اليه. حنا هزينا عاتقنا يعني المهمه ديال انه مختلف العاملين يكونوا في ظروف ماديه ان شاء الله واجتماعيه طيبه، واتمنى بانه كنا نخاطوا في هذا الموضوع، ونتمنى جميع الخير.